الخير من الأنباء، حوار مع الأنباء عبر أنباء ويب تي في وكل منصات الأنباء الإلكترونية. حوار مع الأنباء بالحلقة الخامسة بحوار مع الوزير السابق والنائب السابق الأستاذ غازي العريدي حول الطائف، الإصلاحات، وحدة الصف الدرزي ودور المختارة عبر التاريخ. كانت المختارة عبر قرون من الزمن وهي باقية ولن يتمكن أحد من اقتلاعها. المختارة كانت عبر التاريخ وستبقى بوابة التاريخ في لبنان، وكلما مر هذا التاريخ ستزداد أصالة وقيمة وبتجوهر أكثر. هذه الدار وحدت الصف الدرزي في الحرب والسلم ولن تقبل بشرخ الصف الدرزي اليوم. حافظت على التوازن الوطني وكانت لكل اللبنانيين الأحرار. غيرت بالمعادلات، قادت الثورات، ثبتت رؤساء وأسقطت رؤساء، حتى قيل فيها إذا وصلت إلى لبنان ولم تزر بكركي والمختارة فأنك زرت روما ولم ترى الفاتيكان. بالأمس كانت عمائم التوحيد البيض تتقاطر إلى المختارة منعاً للحصار، واليوم كتلة اللقاء الديمقراطي كافحت الحصار بإعلان معركتها الإصلاحية من مجلس النواب، والثوابت، الطائف، بناء الدولة، الإصلاح والإنسان والتعليم والعيش الكريم بعيداً عن الخصخصة المتوحشة. أما صولات وجولات وسباق الدبلوماسيين الأجانب إلى لبنان وإلى أركان الحكم فلوليد جنبلاط الحصة المتميزة منها ولرأيه وقراءاته المستقبلية الميزان. فأي علاقة اليوم مع سوريا ومع إيران ومع السعودية ومع تيار المستقبل ومع أركان الحكم ومع رئيس البلاد في حوار مع الوزير والنائب السابق الذي يحمل كل الأسرار والأفكار الأستاذ غازي العريدي؟ أهلا وسهلا فيك بالأنباء. شكرا. في بيتك. أكيد. اليوم دار المختارة قيل أنها تحاصر، وفي كلام كان بالأمس القريب لوليد جنبلاط شدد فيه على دور المختارة عبر التاريخ. ماذا يقول اليوم في هذا الزمن غازي العريدي الذي رافق وليد جنبلاط في كل المفاصل التاريخية؟ أولا يعني إضافة بسيطة إلى ما تفضلت به، المختارة لم توحد فقط الصف الدرزي، المختارة قادت العمل الوطني في لبنان على مدى عقود من الزمن، والمختارة بقيادتها هذه حمت وحدة لبنان، ولاحقا بعد الشرخ الكبير الذي حصل بسبب هذه الحرب حمت وحدة الجبل من خلال المصالحة. وبطبيعة الحال الحرص الكبير بما للمختارة من دور تاريخي يضرب في جذور الحياة السياسية اللبنانية في الجبل وفي مناطق كثيرة أخرى أمانة بيت الموحدين الدروز. لم تكن المختارة يوما إلا الأمينة على هذا التاريخ، على هذا الموقع، ولأنهم موحدون أيضا المختارة كانت في قيادة التوحيد بالمعنى السياسي للكلمة على مستوى هذه الفئة من اللبنانيين. الحصار حوصرت المختارة أكثر من مرة. المشكلة أننا أمام نوعية من الناس لا تريد أن تتعلم، وهذه مشكلة المشاكل. أنا أقول دائما الذي لا يقرأ التاريخ لا يجوز أن يتعاطى السياسي، والذي لا يعرف تاريخ البلد الذي يعلم الأجانب الذين يأتون إلى لبنان سفراء ومفدين وقناصل ودبلوماسيين ويحرصون على أن يمارسوا عملهم الدبلوماسي في لبنان نظرا لخصوصية هذا البلد، هؤلاء يتعلمون. أما بعض اللبنانيين لديهم قناعة راسخة بأنهم لا يريدون أن يتعلموا، لذلك يرتكبون هذه الخطايا. مين ما عم يفهم بالتاريخ ما بده يتعلم؟ كل من يحاول كسر التنوع في لبنان، كل من لا يدرك
هذا التوازن الدقيق الذي بحاجة إلى ميزان جوهرجي في لبنان. كل من لا يتعاطى مع هذه الثوابت في البلد يعرض نفسه ويعرض البلد. نعم. تعرضت المختارة لحصار، أحرقت المختارة ذات يوم، ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ عادت المختارة أقوى وأقوى ودور أكبر وأكبر وأفعل. اليوم يتوهم البعض أن الظرف قد حان لتصفية حساب مع وليد جنبلاط بسبب موقفه من النظام في سوريا وما جرى فيها، وبسبب جذور هذا الموقف السياسي في الداخل والتأثير والموقع الأساسي الذي يحتله وليد جنبلاط في المعادلة السياسية اللبنانية. أنا لا أقول أن ليس ثمة متاعب، نعم ثمة متاعب، لكن النتيجة تماما ستكون كما كانت في السابق. سيفشل هؤلاء وستبقى المختارة قوية، هذا على مستوى الدور، على مستوى الموقع، على مستوى التأثير. هذه هي المعادلة السياسية. ثمة خيمة في لبنان، في هذا المقلب من البلد، يعني الجبل. نعم. عمود الخيمة ابن عمود السماء. أي استهداف لهذا العمود تسقط الخيمة على رؤوس الجميع. نعم. ولا يتضرر وليد جنبلاط وحده. لذلك ممكن يعني من عمود التنوع السماء. السياسي ممكن التنوع السياسي وضروري أن يبقى موجودا، لا مشكلة في ذلك، لا مشكلة في ذلك. الناس موجودة، الناس تختلف في السياسة. نعم. على مختلف انتماءاتها، على مختلف توجهاتها، لكن حذاري اللعب بالنار والرهان على فتنة أو على تصفية حسابات بالفوضى أو بالدم. نعم. من عمود السماء لما بنحكي عن تاريخ المختارة إلى فؤاد جنبلاط، إلى الست نظيرة، فكمال جنبلاط، فوليد جنبلاط، فتيمور جنبلاط اليوم، في تاريخ وبيت سياسي عريق ودور وطني وتوازن لعبته هذه الدار وهذه الأسرة. لماذا نرى اليوم أنه بكل توقيت يحين الوقت للحديث عن أحجام؟ أحجام كيف؟ لماذا يعني الكلام عن أحجام بالوقت اللي كان في حركة وطنية لعبت دور فيها المختارة كبير؟ ثورة الأرز، قبل ثورة الأرز، المصالحة التاريخية في الجبل اللي ذكرتهم، يعني الحجم هو حجم حدث. ليه اليوم نروح على حجم قانون انتخاب وهيدا الحجم وهالسياسة ولا نرى الدور الوطني اللي مرقت فيه كل هذه الأدوار؟ بعض الذين يلعبون لعبة الأحجام في لبنان مصابون بأورام لأنهم في لعبة الأوزان هم في مكان آخر. ثم تفرق بين الوزن والحجم. بالأحجام يمكن أن تشاهدي شيئا ما منفوخا كبيرا لكن وزنه خفيف جدا. بلعبة الوزن هذا وزن المختارة ووزن وليد جنبلاط. الآن فيما ذكرتي، قلت إذا كنت أمام حالي من الناس من متعاطي السياسي، متعاطي السياسي ولو كانوا في مواقع مسؤولية، لا يقرؤون ولا يعرفون التاريخ، ماذا تطلبين إليه؟ طبيعة الحال أن يتصرفوا بهذه الطريقة. هذه كارثة بالبلد، وللأسف البلد مصاب بمرض من هذا النوع، أننا أمام أعداد كبيرة من متعاطي السياسي وثمة عدد قليل جدا من السياسيين. الفرق كبير بين السياسي. نعم. ومتعاطي السياسة. بنشوف اليوم بالندوة البرلمانية، وبدي أقول تحية لروح القامة الوطنية المشرع اللي هو من الطراز الرفيع اللي رحل وغادر وأصلا خسروا المجلس النيابي قبل ما يرحل بروحه، الأستاذ روبير غانم، تحية لروحه. اليوم نشوف بالمجلس النيابي
مظبوط انه في نواب، ولكن الوزن او الثقل السياسي والرجالات اللي كانت الاغلب اليوم بطلوا مشرعين، صار في عنا رجال اعمال، صار في عنا يعني ما عم باخذ الوصف، ولكن اليوم الاوزان بالمجلس النيابي تتراجع. لكل من الناس دور، رجل الاعمال له دور أكيد. ليس عيبا ان يكون رجل الاعمال مثلا نائبا، لكن اذا كان فعلا يعطي النيابي حقه ودوره ويقرا ويتابع، وببعض التشريعات له دور من خلال تجربته في الحياه، لكن اذا نظرنا الى الحياه السياسيه بشكل عام وليس فقط التشريع، لانك عم بتقول المتعاطي السياسي عم بتسميهم، عم بتقول المتعاطيين، ليس فقط رجال الاعمال هم الذين يتعاطون السياسي، ثمة من ياتي من احزاب او من جهات او من كذا ولا يحترف السياسي ولا يعرف السياسي ولا يفقه السياسي، يتعاطى السياسي. انا شخصيا بكل تواضع لا اسميه سياسيا، السياسي نعم. قراءه وجديه ومتابعه وبحث وتعمق ووقائع وحسابات وخبره وتجربه ودقه وحرفه نعم. وكان لكمال جنبلاط في هذا الموضوع يعني كلام كبير على اللاعب السياسي والقائد السياسي الذي يجب أن يعرف مدى الكر ومدى الفر، متى يهادن ومتى يهاجم، متى يتقدم ومتى يتراجع، يعني هذه الحرفة بحد ذاتها ليست موجودة الآن. طيب عندما ينظر هؤلاء إلى شخصية استثنائية مثل شخصية وليد جنبلاط، أكيد شهدتي مجروحة شخصيا، لكن هذه حقيقة الأمر، هذا لاعب سياسي محترف بامتياز يتمتع بليونة ومرونة استثنائية في تأدية الدورة على المسرح السياسي اللبناني بإتقان وبفن وبلمعة وحرفة وسرعة بديهة وسرعة خاطر ودقة حساب غير موجودة لدى غالبية الذين يتعاطون السياسي. طبيعي لن يحتمل وليد جنبلاط في مثل هذه التركيبة، خصوصاً عندما يتحدثون اللغة المذهبية والطائفية فينظرون إليه أنه زعيم فريق قليل العدد في لبنان. هنا هم يرتكبون خطيئتين كبيرتين. إذا أخذنا لبنان بلد التنوع ليس للعدد أي أهمية، وقد مررنا في تجارب في تاريخ البلد الحديث، يعني من 100 سنة لليوم كان ثمة أقلية وأكثرية، وكانت الصلاحيات موجودة بالمطلق لدى فريق واحد في لبنان، وهذه هي النتائج التي شهدناها في العقود الأخيرة. وأين أصبح هذا الفريق؟ وأين أصبح صلاحيات هذا الفريق؟ عندما نتحدث عن تنوع لا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الموقع. الخطيئة الثانية، ينظرون إلى وليد جنبلاط أنه زعيم هذه العشيرة قليلة العدد. لا، هو حامي وحامل هذا الرصيد الوطني نعم. الكبير الذي اخترق المناطق والطوائف والمذاهب والحواجز بإرث كمال جنبلاط. لكن ما يجري اليوم هو نتيجة، اسمحي لي بس هالملاحظة، هو نتيجة لتلك الرصاصة التي أطلقها النظام السوري على كمال جنبلاط. لماذا؟ لأنه كان يطلق الرصاصة على المشروع الوطني الذي حمله كمال جنبلاط. لا يريدون مشروعا وطنيا، المطلوب حالة مذهبية وحالة طائفية وتشتت وتزمت وانقسامات إلى ما هنالك، وهذه تركت آثار السلبية على مستوى العمل السياسي في لبنان. وليد جنبلاط اليوم يحمل هذا الرصيد، يخطئ، يصيب، يعترف بخطئه، يعني ليس معصوما عن خطأ، لكن هذا لا يلغي ثقل هذا الموقع السياسي الكبير الذي يمثله الرجل، ولم يتمكنوا من تطويعه أو من تطويقه أو من إخضاعه أو من فرض الشروط عليه. لذلك عليهم أن يتعاطوا مع هذا الموقع وفق الواقع الذي يعيشه. لم يستطيعوا أن يفعلوا ولن ذلك يستطيع. ولن يستطيعوا، بس اليوم في الشغل على تفريق وحدة الصف الدرزي، ما قدروا بهالإطار. اليوم في واضح ما يعني الجبهات اللي أنشئت حديثا، حتى الأطراف اللي كانت متخاصمة وكان بالشتائم يعني الحديث بينهم، صاروا اليوم وحدة حال في وجه الأحادية، يتهمون وليد جنبلاط بالأحادية الزعامة. هون وحدة الصف اللي حافظ عليها وليد جنبلاط كيف بيقدر اليوم
يرجع هذه اللحمة مع كل الأطراف، لأنه هي يمكن أهم شيء للحفاظ على وحدة الجبل. شفنا ب 19 آذار بالمختار الحدث التاريخي الحشود التي تقاطرت، عند أي مفصل تاريخي، عند أي حدث بتكون الناس ليه عم نروح على هالنقطة اللي أولاً قدر يعمل فيها وحدة ولا تزال هذه محسودة عليها من قبل كل الطوائف، ولا تزال وستبقى كل الدروز يطالبون اليوم لا بالوحدة. هي موجودة لكن ثمة تنوع ضمن الوحدة، وهذا نقيض الأحدية. جواب بسيط ومعادلة دقيق، الوحدة موجودة، الانقسام يحصل كما يتمنى الآخرون أو البعض، إذا لا سمح الله حصلت فتنة، لن تحصل الفتنة مع كل المحاولات، هذا عبث، وجع، ألم، حصول أحداث مؤسفة مؤلمة من وقت إلى آخر، لكن لن تقع الفتنة. وبالتالي هذه الوحدة على مستوى هذا المكون الأساسي في تاريخ البلد، نعم، هي باقية، هي قائمة. ضمن هذه الوحدة ثمة تنوع، هذا التنوع الموجود الذي يعبر عنه من خلال القوى السياسية المختلفة الموجودة في الجبل ولم تظهر مؤخرا، هذا وحده جواب على الحديث عن أحادية وغير أحادية. فما بالك إذا كان دائما بقرار سياسي واضح يريد أن يحفظ الشراكة ولجملات ويترك مقاعد لنيابي أو لغير نيابي أو وزارة أو إدارة أو ما شابه. لا، هذا موضوع، هذا موضوع خط أحمر. أنا شخصيا لي ملاحظة، بس في هجوم، من الهجوم موجود، تنوع، هي محاولة، بس في هجوم. سأقول لك لماذا، أكيد بعد في هجوم وفي استراتيجية معينة مطلوبة اليوم عم بتصير من الخارج إلى الداخل. دعيني أكمل، قلت لك هذا الكلام، تصفية حساب مع وليد جملاط، أكيد هذه خطيئة. ولكن لي ملاحظة أولى، أنا ضد خطاب الشتائم من أي جهة أتى. إذا لا سمح الله أحد من رفاقنا استخدم خطاب غضب أو شتيمة أو فيه شيء من القسوة أو التجريح بالآخر، أنا شخصيا ضده، لأن لدينا من المنطق ولدينا من الرصيد ولدينا من المخزون الفكري والسياسي والتجربي والخبرة والمعرفة والحرفة ما يجعلنا قادرين على الرد على أي أمر بطريقة مهذبة أدبية أخلاقية معبرة جدا، ونستطيع من خلالها أن نخاطب الناس وأن نوصل الرسائل إلى الآخرين. اثنين، لأن وليد جملاط هو الحريص تاريخيا على الوحدة وعلى التنوع ضمن الوحدة، كنا نسمع دائما منذ سنوات طويلة، نعم، وهم الآن في موقع محاولة ترجمة ما كنا نسمعه. ماذا كنا نسمع؟ كانوا يقولون دائما على المفترقات الصعبة، عندما يعاند وليد جملاط، عندما يرفض وليد جملاط طلبا، ولطالما حصل هذا الشيء أثناء الوجود السوري في البلد على مستوى قضايا استراتيجية أو قضايا داخلية أو قضايا داخلية في البيت الأصغر أي في البيت الدرزي الكريم، كانوا يقولون دائما وليد بس نمسكوا على الإيد اللي بتوجعوا بيجي. شو الإيد اللي بتوجعوا؟ يعني التلاعب بالبيت الداخلي. هذا بحد ذاته أمر يجب أن ينتبه إليه الجميع، بمعنى أنه نحن مستعدون لتخريب البيت الداخلي لإخضاع وليد جملاط. ولن يخضع. لا، هذا الأمر لا ينعكس على وليد جملاط وحده، هذا الأمر ينعكس علينا جميعا. لذلك، نعم، لذلك فليبقى الخلاف السياسي قائما، هذا أمر طبيعي، فلنعبر عن آرائنا السياسية بالوسائل الديمقراطية المتاحة وما أكثرها في البلد ولدى كل فريق، نعم، من الفرقاء، لكن أن نبقى منتبهين أن وحدة هذا البيت يجب أن تبقى مصانة، هذا السقف يظلل الجميع والتنوع ضمن هذه الوحدة يبقى قائما. مع الوزير العلاقة مع سوريا هون بتجي بمطرحة أيضا السؤال، بيقول وليد بيك اسمحوا لي أن أبقى في المختارة مرتاحا ولا أريد أن أسلك طريق الشام، ولست عقبة أمامكم إذا كان هناك من ضرورة
أن تسلكوها. هذا تأكيد لما أقوله الآن، التنوع ضمن الوحدة. هل منع أحدا وليد جملاط من الذهاب إلى سوريا؟ هل منع أحدا وليد جملاط من التعبير عن رأيه إذا كان مع النظام السوري أو ضد النظام السوري أو أي قضية لها علاقة بما يجري في سوريا؟ هل ستبقى لديه هذه العلاقة؟ لديه رأي سياسي هيك، وهذا حقه، لديه رأي سياسي وهذا حقه أن يعبر عنه، كما نقول نحن نحترم حق الآخرين في التعبير عن رأيه. هل لماذا ستتغير هذه العلاقة؟ لماذا؟ لماذا؟ وإذا لم تتغير ما هي هذه التهمة؟ لماذا هذه الهجمة؟ لماذا هذه الحملة؟ ثم تفريق يعبر عن رأي، لدى وليد جملاط رأي آخر، ما هي المشكلة في ذلك؟ ما دمنا نؤكد وحدة وتنوع ضمن هذه الوحدة. واحد، اثنين، من الطبيعي أن يكون خلاف، من الطبيعي أن يكون خلاف حول ما يجري في سوريا، دول وأمم. المشكلة، المشكلة أننا نذهب بالعواطف في السياسة، ليس ثمة عواطف لا بقضايا داخلية ولا بقضايا إقليمية. يا ريم، كل دول العالم وأمم العالم تتصارع وتتباين وتتنافس وتختلف في الرؤى حول ما يجري في سوريا وعلى أرض سوريا. نعم. أمر طبيعي أن يكون لدى أي مراقب، لدى المراقبين، لدى المعنيين، لدى المهتمين آراء مختلفة. ثمة من يقول الآن إن الحرب في سوريا انتهت وقد انتصر النظام. أنا منذ سنوات وليس الآن، نعم، وفي آخر كتاب لي قلت وأكرر دائما، ليس صحيحا أن الحرب انتهت، وليس صحيحا أن النظام قد انتصر. هذا فريق يرى ذلك، في فريق بيقول انتصر، هذا فريق يرى ذلك. أنا أحترم النظام بشار الأسد يعني هذا رأيه، أنا أحترم حقه في واللي التعبير. ما كان مع النظام يا ويله، هذا رأيه وأنا أحترم حقه في التعبير عن رأيه، لكن أنا لدي رأي آخر. والكل راكد، هم أحرار، أنا لا أمنع الناس ونحن لا نمنع الناس، لكن لا يستطيع أحد أن يمنعنا، نعم، من إبداء رأينا ومن إقامة حساباتنا على قاعدة تحليلنا السياسي وقراءتنا السياسية وما نراه في السياسة. نعم. الحرب في سوريا لم تنتهي، نحن أمام بداية فصول جديدة من معارك كبرى بعد ستحصل في سوريا، والصراع على سوريا قائم على الثروات وعلى النفط وعلى الغاز وعلى 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 وعلى، وبين روسيا وأمريكا وإسرائيل وإيران، وقد تؤدي الأمور إلى مواجهات كبرى في سوريا وفي غير سوريا. المسألة لم تنتهي هكذا، ولا يمكن بكلمة أخيرة لمثل هذه الحرب أن تنتهي كما يتصور البعض. لا يمكن، ليس ثمة حرب أهلية في تاريخ الحروب الأهلية في أي مكان بالعالم انتهت كما يعتقد البعض. لا، هذا غير صحيح. معالي الوزير، إلى الطائف، اتفاق الطائف والتمسك به، أين الطائف الذي استشهد من أجله الرئيس رفيق الحريري وبعد يومين ذكرى اغتياله؟ أي ذكرى؟ مين رح بيكون؟ وعملية تشكيل الحكومة حسب عملية تشكيل الحكومة اللي كان لوليد جملاط انتقادات عليها، انه مش الرئيس سعد الحريري اللي شكل هذه الحكومة، وين الطائف؟ عدة أسئلة في سؤال واحد. أولاً، يعرف الجميع أنني رافقت الرئيس الشهيد رفيق الحريري مدة 15 عاماً تقريباً، قدر لي بكل شرف بكل اعتزاز أن أكون إلى جانبه في أصعب المراحل والأيام، ولا أزال حتى الآن كاتم أسرار رفيق الحريري حتى الساعات الأخيرة من حياتي. لا أريد الآن أن أتحدث عن رفيق الحريري، لأنه منذ استشهاده حتى الآن لم أقل كلمة بالرجل حتى الآن، وقد أكون السياسي الوحيد في لبنان رغم هذه العلاقة مع الرئيس الشهيد. لكن بالرد على سؤالك سأرد بسؤال. سأرد بسؤال، ماذا بقي من رفيق الحريري ومن قضية رفيق الحريري؟ أنا أزعم أنني أتحدث هنا باسم كثيرين من محبي الرئيس الشهيد ومؤيديه
للأسف لم يبقى الكثير بالنسبة إلي ولكثيرين. أقول أنا مثل ولا أقول مثلي. بقي الرئيس سعد الحريري، شو رأيك؟ إيه موجود رئيس للحكومة بشروط الآخرين وليس بشرط رفيق الحريري، وثمة فرق كبير. مع كل الاحترام والتقدير لمن هو في هذا الموقع. اثنين، فيما يخص الطائف. ليه الطائف هلأ رفعتوا الصوت وقلتوا أنه الطائف لا يطبق؟ في مرحلة الوجود السوري شئنا أم أبينا كان ثم تطفويض دولي عربي لسوريا للنظام بإدارة الشأن اللبناني. للأسف تم التعاطي مع اتفاق الطائف بما يتلائم مع المصالح السورية، معروفة لدى كل الناس الأقربين والأبعدين. الفرصة جاءت بعد خروج الجيش السوري، وكانت المسؤولية يجب أن تكون مسؤولية جماعية وطنية لبنانية. لماذا؟ لأننا نتحدث عن دستور البلد. نحن نتحدث عن دستور البلد. من لا يعجبه هذا الدستور باستطاعتي أن يذهب إلى المؤسسات الدستورية وبالطرق الديمقراطية المتاحة والمشروعة للمطالبة بتعديله، هذا حق. هو ليس كتابا مقدسا منزلا يعني لا يمكن تغيير شيء فيه، لا أبدا. لكن بما أنه دستور البلاد، وإذا كان السبب بالنسبة لأطراف سياسية كثيرة أن سوريا كانت مكلفة بإدارة هذا الموضوع وأدير وفق مصالحها، الآن سوريا ليست موجودة. إذن تعالوا لتطبيق هذا الدستور، تعالوا لإعادة بناء الدولة ومؤسسات الدولة واحترام دستور البلد. نعم. للأسف كان جنوح في أكثر من محطة. في الفترة الأخيرة شعرنا من فترة طويلة يعني قبل الانتخابات بقانون الانتخابات بالطروحات، ثم بعد القانون، ثم بالانتخابات، ثم بعد الانتخابات، ثم بالتسعة أشهر الماضي، ثم عندما سمعنا كلاما من طرف سياسي بوضوح كان يقول لقد عدلنا اتفاق الطائف، وهذا كان أساس في برنامج انتخابي، عدلنا اتفاق الطائف بالممارسة وليس بالنص بحكم وجود الرئيس القوي. لا، اتفاق الطائف لا يعدل بهذه الطريقة، ولا يستطيع أحد أن يفرض، ولا يجوز لأحد أن يفرض أعرافا أو تقاليد أو طقوسا أو ممارسات في السلطة تؤدي تدريجيا إلى تثبيت مواقع معينة أو ترسيخ معادلات معينة في البلد هي مناقضة لدستور البلاد. في لحظة ما هذا الأمر لا يعود مقبولا في البلد، نعود إلى ما حصل في السابق ونحن بغنى عن ذلك. ماذا نطالب عندما نتحدث عن الطائف؟ ماذا نقول نحن؟ نتحدث عن تطبيق دستور البلاد. عندما نتساءل عن الطائف ونرى هذه الممارسات نشعر بقلق كثير. إلى أين يذهب لبنان؟ أين المؤسسات في لبنان؟ أين الدولة في لبنان؟ نعم. كيف يمكن أن يقاد لبنان بهذه الطريقة؟ ليش هل قد في خطر على الطائف اليوم لأنه بالمواقف، مواقف السياسيين، مواقف وليد جنبلاط، لقاء بكركي الماروني للحفاظ على المناصفة وما ينراح على متالته، يعني ولا مرة هالقد تم رفع الصوت. نحن مع المناصفة المنصوص عنها في الدستور. نعم. ولا نريد أن نذهب إلى المخاطرة. ريما، ميزان جوهرجي الطائف، المناصفة موجودة في الدستور. نعم. ولا نقبل أن تمس، نحن لا نقبل أن تمس، لكن تعالوا لتطبيق المناصفة كما هي في الدستور. أنا لا أعلق امتحانات مجلس خدمة مدنية لأن ليس فيها مناصفة، مع احترامي وتقديري لكل الناس. كان ممكن بالامتحانات أن ينجح مسيحيون أكثر من مسلمين أو مسلمون أكثر. نعم. من مسيحيين. المناصفة منصوص عليها بالدستور في الفئة الأولى وليس أكثر. لماذا نوقف عمل المؤسسات الرسمية والامتحانات؟ ماذا نقول للبنانيين؟ يتحدثون عن دولة مؤسسات، ويتحدثون عن دولة قانون. نعم. ويتحدثون عن المساواة بين اللبنانيين، ويعيدون اللبنانيين بالبيان الوزاري اليوم أو بغيره من البيانات أو بالتصريحات. نعم. أو بالمواقف بأننا سنقدم لكم دولة عدالة. أين العدالة؟ عندما يتقدم لبنانيون إلى امتحانات، من ينجح يجب أن يدخل إلى الإدارة المعنية، من لا ينجح ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذا الأمر قد يحصل مع هذه الفئة أو تلك. عندما نتحدث عن الطائف، عندما نتحدث عن الدولة، عندما نتحدث عن القانون، هذا هو المسلك. عندما نرى مسالك
مناقضة تماما لما يجري في البلد، لا، نرفع الصوت ونقول هذا خطأ ولا يجوز أن يحصل. معالي الوزير، العلاقة مع تيار المستقبل، أفق هذه العلاقة بعد اللي صار مؤخرا، وأكيد بدون عواطف ومع كل بدون عواطف ومع كل الحرص على العلاقة بطبيعة الحال، لأن بيننا ولدينا تاريخا مشتركا كبيرا طويلا. نعم، نقول بوضوح اتعمد بالدم، بدم الرئيس الشهيد، بدم المعلم الشهيد، بدم مجموعة من رفاقنا سواء كانوا في الحزب أو غير الحزب، الذين تعرضوا لما تعرضوا له، يعني ومسيرة التعب والعناء والشقاء من أجل الحلم الكبير الذي انطلقنا فيه بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بمعزل عن هذه العواطف وبالاستناد إلى العلاقة القديمة العميقة بيننا، اليوم علاقة مهزوزة، علاقة تعرضت لهزات كثيرة. أنا من القائلين لابد من نقاش سياسي في العمق يتجاوز العواطف ويتجاوز المصالح. طب أسباب هالهزات بالعمق، غير أنه أيضا يعني موقف وليد جملاط من الخصخصة والخصخصة المتوحشة، أكيد لأنه في فرق بين الخصخصة وبين الشراكة بين القطاعين العام والخاص بي بي بي، عدم مناقشة الأمور بالسياسي بالعمق من جهة، وتغريداته عن الصفقات والتهريبات، حقه أن يغرد، وهذه وقائع يتحدث عنها غير وليد جملاط. لماذا الانزعاج فقط من كلام وليد جملاط؟ أنا أقول للجميع اعترفوا بما يحكى في الكواليس والمجالس، وليجرؤ أحد منكم على نشر وعلى نقل ما يجري في الكواليس والمجالس السياسية. ما يقوله وليد جملاط يقال في كل المنتديات السياسية، ولا أبالغ. نحن أبناء البلد ونحن نحضر جلسات ونلتقي في سهرات وفي لقاءات وفي كذا، هذا كلام يقال. أنه إذا تجرأ وليد جملاط وانتقد وأشار إلى مسألة معينة أمام حالي من الجوع، من الفقر، من الخطر المالي الاقتصادي والتحذيرات الكبرى التي نتلقاها من هنا وهناك، الويل والثبور وعظائم الأمور لوليد جملاط، لأنه ينظر إليه كما قلت في بداية كلامي أنه يمثل فريقا سياسيا قليل العدد يعني في البلد، أو البعض يتصرف دائما تركوا وليد عندي. لا، وليد ليس بجيبة أحد وليس عند أحد، هو في المختارة وهو يقود المختارة، وللمختارة دور، وللمختارة تاريخ، وللمختارة رؤية، وللحزب الاشتراكي رؤية وبرنامج ومشروع نحن نتعاطى على أساسه. النائب حسن فضل الله اليوم بجلسة الثقة قال أمور كتير خطيرة، وأنه في ملفات ومعلومات إذا بينقال عنا في رؤوس تتدحرج. وطيب إذا ما ننكفح الفساد وما نحكي عن إصلاحات، ليش بيطلعوا ما بيسموا بالأسماء؟ أول سؤال هو تأكيد للجواب الذي أشرت إليه في السابق. طيب، أخونا النائب حسن فضل الله صديق عزيز ونائب نشيط ويقوم بدور كبير في هذا المجال، مشكور يعني، ويمثل حزبا كبيرا في البلد. طيب، لماذا لم تقم القيامة عندما قال السيد حسن هذا الكلام فضل الله؟ لماذا هذا الانزعاج الدائم وليد جملاط؟ أنا عارف موقع وليد جملاط تماما، وأعرف أن الكلام يعني من وليد جملاط ولو تغريدي ولو غمزي فيها غاية ما يعني بتهز. طب إذا كنتم تعلمون أن موقع وليد جملاط هو بهذا الحجم وبهذا الوزن، لماذا هذه الحرطقة؟ ولماذا هذه الهرطقة؟ ولماذا هذا التلاعب؟ ولماذا هذه المناورات؟ ولماذا هذه الخفة في التعاطي ومحاولة يعني القول كما سبق وذكرت أنه وليد جملاط بالجيبي وليد جملاط؟ لا 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 لا، هذا خطأ. اثنين، فتحت موضوع الإصلاح، واللقاء الديمقراطي فتح موضوع معركة الإصلاح، وكان بكلمته أيضا النائب هادي أبو أمر حسن معيب. واضح اليوم أمر معيب جدا جدا جدا، وفيه إهانة كبيرة لكل المسؤولين في البلد بدون استثناء، شعروا أو لم يشعروا. الكهرباء؟ لا، لحظة لحظة. ما نسمع من إنذارات ومن تعليمات مما يسمى مجتمعا دوليا، يجب أن تفعلوا كذا، عليكم أن وإلا. وبالتالي ما نسمع اليوم من كلام المسؤولين أنه نحن ذاهبون إلى الإصلاح لأن ثمة من يراقبنا في الخارج. لا، الإصلاح واجب يومي، وضميرنا هو الذي يراقبنا، والناس الذين أولون هذه المسؤولية وشرف هذه المسؤولية كما كان يقول كمال جملاط عن السياسة إنها شرف قيادة الرجال،
هذا ما يجب أن يراقبنا. لا يجوز أن ننتظر تلميحا أو توضيحا أو تصريحا أو تهديدا بالمعاقبة وبعدم تقديم الهبات والقروض إذا لم نقدم على إصلاح. عيب علينا أن نكون في هذا الموقع. واحد، اثنين، اسمحي لي شوي بهالفترة، عملي معروف. لح ينتهي لا 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 وقت لا الحلقة وبدي بعد اسمحي لي هذا موضوع مهم. تفضل. موضوع معالجة الفساد قرار ذاتي لا علاقة له لا بإيران ولا بالسعودية ولا بأمريكا ولا بإسرائيل ولا بسوريا ولا بكل الصراعات الإقليمية والدولية. إذا كنا نريد مواجهة الفساد نحن قادرون على مواجهة الفساد. واسمحي لي بمثل بسيط. فضل. بكل افتخار، هذا جزء من تاريخنا، عندما اتخذت قرار في وزارة الإعلام بمعالجة الفائض وشطبنا 930 متعامل في وزارة الإعلام، 930، وألغينا عقد العمل الجماعي في تلفزيون لبنان، وفرنا ملايين الدولارات. وأيضا موضوع العاملين في تلفزيون لبنان لم نفعل ذلك بناء لطلب أحد. ولمعلوماتك لم نفعل ذلك لنذهب إلى باريس واحد واثنين وثلاثة وأربعة وسادر. لمعلوماتك بالتاريخ ذهبنا إلى باريس 2 على أساس ما أنجز، على أساس ما أنجز في وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، وهذا للتاريخ موجود، هذا يشرفنا. ذهبنا وقد فعلنا وبلشت بجامعتك نعم وأنا فخور بذلك، لأن المعيار كان واحدا ولم يكن ثمة معيار حزبي أو سياسي. بناء على هذا القرار لمعلوماتك بني قرار الميدل إيست. الميدل إيست بيعت بدولار واحد للبنك المركزي، كانت مفلسة، وكانوا يريدون إخراج 1500 موظف من الميدل إيست. من يخرج 1500 عندما حصلت تجربة الإعلام؟ لا والله بيمشي الحال. بني قرار الميدل إيست على ما أنجز في الإعلام. طبعا. وبالتالي تصوري الميدل إيست اليوم مليار و200 مليون دولار. ليه اليوم 22 طيب ها؟ ليه اليوم ما بنمشي بهذا السياق؟ هذه إرادة. عم نفوت موظفين. هذه إرادة. حطينا 5000 واحد قبل الانتخابات. بعد 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 ماذا وضعنا ال 5000؟ بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب الكذبي الكبير على اللبنانيين، والفاتورة الكبيرة المغشوشة على اللبنانيين رغم حق الموظفين بالسلسلة، لكن ما أقر وما جرى وكيف أقرت السلسلة وما وضع في السلسلة فيه الكثير من الأكاذيب على اللبنانيين، وهذه هي النتيجة أمامنا. لذلك اليوم نحن قادرون أن نفعل إذا أردنا أن نفعل بإرادة ذاتية ثم نخاطب المجتمع الدولي. نحن لسنا بحاجة إلى تأديب من الخارج أو تأنيب من الخارج لأننا لم نقدم على كذا وكذا. بس ما عيب علينا أن نفعل. لو ما وكالة موديز وتصنيفاتها اللي أحبطتنا ما كنا شكلنا الحكومة. لا 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 غير صحيح هذا الكلام. لا غير صحيح هذا الكلام، أنا لا أوافق عليه. لولا اتفاق باريس 2 لما شكلت الحكومة. إلى جانب اتفاق لا اتفاق المصالح فقط، لا الخلافات الدولية ولا إيران ولا أمريكا ولا سعودية ولا تصنيفات شيء. تم تجديد الشراكة في باريس بما سمي باريس 2 ولدت الحكومة. يعني صفقة المقاسمة. لا يعني هذا كلام الآن يفتح الكثير من الجراح يعني، لكن هذا هو أنا لا أستطيع. لكن هو سبب أنا لا أتحدث بلغتين. دعينا نكتفي بهذه العناوين فقط. بيت القصيد سبب الخلاف بين. لا خلافاتك لا خلافات كثيرة الآن يعني. عسى أتمنى أن نعود إلى حوار في العمق حول كل القضايا السياسية وأن نكون واضحين. يعني نحن ذهبنا كنا في مشكلة كبيرة مع إخواننا بحزب الله وذهبنا إلى تنظيم الخلاف. طيب. ممكن أن نذهب مع تيار المستقبل إلى هذه المسألة. خلينا نوقف عند علاقة الحزب الاشتراكي مع حزب الله وكيف اشتغلت على يعني تثبيت أو إدارة الحوار بين حزب الله والحزب الاشتراكي خاصة بعد ما حدث بالجاهلية. استفدنا من تاريخ العلاقة المشترك، من العناصر المشتركة، من العناصر الكثيرة التي نملكها ويملكها الحزب أيضا في المقابل، من التجربة الموجودة. نعم نحن مختلفون على أمور، ذهبنا وقلنا نحن نجدد هذا الاتفاق، ما نحن مختلفون عليه نذهب إلى تنظيمه، وما نحن متفقون إليه لا نذهب إلى تدميره، بالعكس يبنى عليه. وقد نلتقي على كثير من الأمور ونحن نلتقي
حاليا نحن نلتقي على كثير من الأمور، الفساد، معالجة أوضاع الدولة، بناء مؤسسات الدولة، وطرحنا نحن مجموعة عناوين بالعمق بالسياسة. ليش غازي العريضي بيكون دائما باللقاءات؟ يعني هو بس يكون عم نحكي حزب الله، يعني غازي العريضي بده يكون؟ لا لا أنا أكون إلى جانب وليد بايك حيث يريد أن أكون في عدة أمور، أحيانا حزب الله أحيانا غير حزب الله، هذا القرار غير الكلام اللي بنسمعه بالإعلام. إنه شو بتحكي معهم؟ أنا ما عندي لغتين مع أي حدا بالدنيا، بدءا من وليد بايك وصولا إلى كل القوى السياسية. أكيد ليس كل ما يقال في الداخل يقال في الإعلام، لكن ليس لدي لغتين على الإطلاق. أنا لدي قناعات واحدة، من أمريكا لإسرائيل لما يجري في سوريا للوضع الإقليمي، مكتوب ومنشور ومعروف، وأيضا في الأمور الداخلية، وهذا بعض ما أعبر عنه الآن. العلاقة مع إيران، وشفنا هالحركة المكوكية السريعة على الدبلوماسيين الأجانب، يعني من زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية إلى زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى الموفد السعودي اللي بده يوصل على بيروت. طيب هولي كلهم هالوتيرة السريعة، وكمان بعد ما تشكلت الحكومة، ليش هالاهتمام فينا هلا؟ المسألة ليست والعلاقة تحديدا مع إيران، وكمان نمي إلى الإعلام أنه وجه الدعوة للأحزاب، ومن الحزب الاشتراكي ليكون بكرة بهذا اللقاء، الحزب رفض. طبيعي. أولا أبدأ بالدعوة، هم بطبيعة الحال من حقهم أن يقرروا التنظيم الذي يريدونه، ومن حقنا أن نقول نعم أو لا. نحن لا نذهب إلى مثل هذا اللقاء، مع الاحترام والتقدير لكل الناس، يعني معالي وزير الخارجية الإيراني جاء إلى بيروت ضيف، لديه موقف سياسي إلى آخره، هذا حقه، لكن من حقنا أيضا أن نقول ما يناسبنا، وأن نقبل ما يناسبنا، وأن نرفض ما لا يناسبنا. لو جاءوا مثلا كما جاء الوفد قبل زيارة وزير الخارجية، كان ثمة وفد إيراني في بيروت وزار وليد بايك، وكانت جلسة طويلة، وكان كلام دقيق وعميق وصريح وواضح حول كل القضايا في المنطقة ولبنان، وتعاملنا مع الموضوع بشكل كتير طبيعي وبلباقة ولياقة وأصالة وأصول استقبال ضيف ما في البلد مهما كان الخلاف السياسي معه. واحد. اثنين، فيما يخص الزيارات إلى البلد، لا، الزيارات كانت قبل تشكيل الحكومة، إجا ديفيد هيل الموفد الأمريكي قبل تشكيل الحكومة، وجاء مسؤولون أمريكيون آخرون قبل تشكيل الحكومة، نعم. وكان يأتي مسؤولون إيرانيون بشكل دائم قبل تشكيل الحكومة. لكن هل عم يتسابق؟ وأيضا كان يأتي مسؤولون بعد تشكيل الحكومة. أهلا وسهلا بمن يأتي، فيما يعنينا نحن أهلا وسهلا بمن يأتي إلى البلد. طب المساعدات لدينا الإيرانية لدينا للإصلاح بلبنان؟ الإصلاح ليس مساعدة إيرانية أو أمريكية أو فرنسية أو عربية، أو الإصلاح مسألة داخلية. طب إذا بدو يساعدونا لنعمل كهرباء؟ هذا لا علاقة له بالإصلاح، الإصلاحات شأننا. إذا بدو يساعدوا الجيش؟ هذا لا علاقة له بالإصلاح، هذا موضوع سياسي. نعم. له علاقة بأمور كثيرة، الإصلاح بالكهرباء، نبدأ بمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. طب بعدنا عم نزيد سلفات. هذا يا ريما هذا صحيح، أنا أوضح فقط، هذا ليس إصلاحا، يعني إيران لا تأتي لإصلاح بهذا المعنى. إيران جاءت تقول نحن لدينا فائض كهرباء، باستطاعتنا أن نعطيكم الكهرباء. أوكي، على لبنان أن يقول نعم أو لا. بطبيعة الحال اليوم إيران تتعرض لحصار ولعقوبات، ثمة من هو مع، ثمة من هو ضد. أنا غير مؤمن بأن العقوبات ستؤدي إلى نتيجة، لكن خايفين من العقوبات. أكيد بالنسبة لأمريكا التي تضع شركات ومؤسسات ودول على اللائحة التي تتعاطى، يعني دول أكبر من لبنان تخشى هذا الأمر، وهذا أمر معروف. يعني الحزب مثلا، لنكون صريحين وواضحين، اضطر أن يسمي وزيرا للصحة من روحية معينة ضمن البيئة، ولكن من روحية معينة وشكل معين وقيمة معينة، رجل بلا زغرة، يعني مرتب ومحترم، وزير جبق. نعم، ولكن اضطر أن يأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، وقيل أنه مع الجنسية الأمريكية، بغض النظر اضطر أن يأخذ كل هذه العوامل. لماذا؟ لأن فعلا ثمت ضغطا كبيرا على البلد. الآن تأتي الوفود إلى لبنان، علينا نحن أن نقرر ما هي مصلحة البلد، سواء كنا متفقين أو إذا كنا مختلفين، لكل فريق سياسي رأي بهذا الأمر. نحن فيما يعنينا نعبر عن رأينا بوضوح أمام كل الذين يأتون إليه. العلاقة مع السعودية؟ علاقة جيدة، حوار دائم. في فريقين بلبنان، ومثل العلاقة مع إيران، مثل العلاقة مع أمريكا، مثل العلاقة مع سوريا، مثل العلاقة مع تركيا، مثل العلاقة مع روسيا.
طبيعي. بس في صراع اليوم بين يعني صراع على النفوذ بين السعودية وإيران في لبنان. كل الذين ذكرتهم هم في صراع في المنطقة ومن ضمن ساحات المنطقة لبنان. كل الذين ذكرتهم كلهم أمريكا، روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل، سوريا، السعودية، الخليج، كلهم. وهذا أمر طبيعي. المشكلة في لبنان أنه حتى على الثوابت الوطنية بين هلالين نحن لسنا متفقين. هذه معضلة تاريخية في البلد للأسف. يعني وين راح يكون موقع حزب الاشتراكي وليد جنبلاط الدروز بين هؤلاء بهالشقين بين حيثهم السعودية حيثهم وإيران حيثهم نتعاطى مع ما يناسبنا مع ما يلائمنا بوضوح لنا رأي. نحن معنيون بالشراكة بالبلد، نحن معنيون بالتنوع ضمن الوحدة بالبلد، نحن مدركون تماما لدقة التوازنات في لبنان لمخاطر ما يأتي من الخارج على لبنان، وبالتالي نقيس كل خطواتنا ومواقفنا على هذا. بشكل كتير سريع، كيف اليوم العلاقة مع الرئيس بري اللي هي أصلا بتميز وليد جنبلاط؟ هل في وفاء طبيعي بين الرجلين؟ العلاقة بينك أنت مع الرئيس بري شفناك كمان من يومين، وكان في تصريح لوليد جنبلاط علق فيه على الإصلاح أنه تحديدا الكهرباء، وكمان تحييد العلاقة بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. في رئيس جمهورية يحكم البلاد على أدخل الرئيس بري أما التيار بمناغشة معينة بينه وبين وليد بيك في الجلسة علق التعليق بسيط، فقال الرئيس بري غازي، قلت له لو عايش بيناتكم 40 سنة يعني بيك في اللي تعلمتهم واللي شفتهم. رئيس بري بالنسبة لي خي كبير، وأنا بكل تواضع وبعتذر على كلمة أنا في منتهى الوضوح والصراحة فيما أقول، تأكيدا لمبدأ ولي ثابت أن ليس لدي لغتين. فيما يخص الرئيس عون، كانت جلسة نقاش وحوار صريح معه في الأيام الأخيرة، وسمع الرفيقان أكرم ووائل الوزيران من رئيس الجمهورية كلاما أكد الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع وليد بيك في جلسته الأخيرة. نحن نبادل هذا الموقف بموقف أخلاقي وسياسي وبنبل أيضا، ونحن لسنا في وارد أن نفتح مشكلة أو معركة مع أحد. بالعكس، في مثل هذا المناخ نحن نراهن على الرئيس بأن ينفس احتقانات كثيرة تأتي رحين على جو كثيرة إيجابي بالبلد بعد ما تنال الحكومة الثقة وتقلع بي. أنا شخصيا لا أقول ذلك، لكن دعينا أو هذا البيان وزاري للمجتمع الدولي، هذا كلام العبرة في التنفيذ. وأنا لا أقبل كلمة للمجتمع الدولي، لأنه أعود إلى الملاحظة التي قلت، هذه إهانة بالنسبة إلينا. ونحن نعرض أنفسنا للإهانة. هذا واجبنا، هذا واجبنا اليومي. أنا لا أوجه بيانا وزاريا لأحد، أنا أوجه بيانا وزاريا للبنانيين. وألتزم أمام اللبنانيين بكل كلمة تقال في البيان الوزاري. أنا لا يعني لي فلان أو علان هنا أو هناك. عيب أن نتصرف بهذه الطريقة. بدي أختم بموضوع زيارة البابا إلى الإمارات. أهمية هذه الزيارة بالمضمون بدولة عربية، هذا الانفتاح، هذا السلام استثنائي في البيان المشترك الذي صدر مع شيخ الأزهر، وهو ليس البيان الأول بالمناسبة. سبق لشيخ الأزهر أن ذهب إلى الفاتيكان، وسبق أن تم الاتفاق على وثيقة وعلى سياسة مشتركة بين الفاتيكان وبين الأزهر، ساهمت كثيرا. عبر عن ذلك بالتويت الذي أصدره يعني في ذلك اليوم. معلوم هذه مسألة مهمة جدا 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 في لحظة، في مرحلة نحن نعيش فيها حالات من الإرهاب، من التفكك، من التمزق المذهبي الطائفي، من التوترات، من اقتلاع فئات من جذورة في هذه المنطقة، وبالتالي إسقاط التنوع في هذه المنطقة. مهم جدا أن يصدر مثل هذا الميثاق من أعلى مرجعين أساسيين في العالم اليوم على المستوى الإسلامي وعلى المستوى المسيحي فيما يعني منطقة الشرق الأوسط هنا، إضافة إلى طبعا ما نلتزم به وما نصر عليه دائما، هو الموضوع الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في قلب هذه القضية الفلسطينية اللي هي أكثر موضوع بيعني لك كغازي العريضة، وعطيته وتكرمت هناك
وين صارت اليوم هذه القضية؟ أولا أنا بيعني لي غازي العريضي ابن مدرسة كمال جنبلاط، أنا تعلمت هذه الأمور مع كمال جنبلاط، نشأت عليها مع كمال جنبلاط، والحمد لله يعني أكملت حياتي مع وليد جنبلاط بهذا الاتجاه. اليوم ما يتحدثون عنه هو صفقة القرن، أمر خطير جدا، لأنه يعبر عن القهر والقعر الذي وصلنا إليه في اهتمامنا بالقضية الفلسطينية. لكن أنا واثق تمام الثقة، ولو طال الزمن لن تتمكن إسرائيل ودول العالم قاطبة من إلحاق هزيمة بالشعب الفلسطيني، ولا أقول كلاما عاطفيا، أنا أكتب مجلدات بالوقائع اليومية ماذا يجري في فلسطين. الدكتورة سناء سرغلي صبية منذ أيام في جامعة لانكاستر في لندن تميزت بتفوقها على 140 ألف متخرج من الجامعة، كان عنوان احتفال تكريمة، رفعت القبعات لها، رفعوا القبعات عن رؤوسهم الدكاترة والأساتذة وانحنوا أمامها، طالبة بالعشرينات من العمر من جامعة النجاح بفلسطين، ألقت خطابا عنوانه كيف علمني والدي أن أكون فلسطينية. العالم وقوفا يصفقون لها، الأطفال، الشهداء، الطائرات الورقية، السجناء، الأمهات، الكبار، فلسطين لا تهزم لأنها حق وثمة من يطالب بها. نتاجك واضح كل سنة في غزارة من النتاج، ما بتتوقف. بس فتت على الأنباء وطلعت على مكاتب الأنباء وتذكرت صوت الجبل اللي بس هذا الشعور هيك لا قدام اللي عم بيشوفونا، ما قدرت أقرأ شيء من الملاحظات، الوقت يمكن حتى تعديت الوقت، وبدي تطلع هيك بكاميرتك وتقول هي اللحظات اللي تذكرت لما كان غازي العريضي مدير عام صوت الجبل. أهم تجربة في حياتي خطة تجربة صوت الجبل في أصعب وأدق مرحلة سياسية صعبة مررنا بها، وهي بحد ذاتها تجربة استثنائية فريدة. أنشأنا إذاعة، أسسنا إذاعة، أطلقنا صوتا يصل إلى أقصى الأقاصي في البلاد، يعبر عن المقاومة، عن القوى الوطنية، عن الحزب الاشتراكي، عن أهل الجبل في أصعب ظروف كانوا يتعرضون لها. لم يكن لدينا مذيع، لم يكن لدينا مهندس صوت، لم يكن لدينا تقني، لم نكن نفقه شيئا في عالم الإذاعات، مني إلى آخر شخص تعاطى بالإذاعة. الإرادة والحاجة هي التي فرضت هذا الأمر، وكان لصوت الجبل دور أساسي في الحركة الوطنية، في العمل الوطني، في الانتصار الوطني الكبير الذي تحقق في الجبل ولاحقا في بيروت وفي مناطق عديدة وفي تحرير الجنوب والمقاومة. وهي مناسبة دائما كلما ذكرنا هذه المحطات أن أوجه تحية إلى كل من بذل جهدا واستشهد على أرض صوت الجبل، حيث كنا نعمل ونحن نبني الإذاعة، وامتدادا الرفاق والزملاء في لرئيس الأنباء. التحرير مفوض الإعلام رامي الرئيس، شو بتقله بعد ما شفت هالتجدد النوعي والنقل اللي عمله رامي؟ على تواصل دائم معه، يعطي العافية، هو وجميع العاملين في موقع الأنباء، وواجب علينا جميعا أن نكون إلى جانبكم وأن يبذل الجهد الأكبر لمساعدتكم، لأن هذا العمل مضني وشاق ولا تستطيعون وحدكم أن تقوموا به إذا لم يكن ثمة إمكانات وثمة رعاية معنوية وإعلامية ومعلوماتية أيضا بشكل دائم وبحث ومتابعة. كل التحية والتقدير لك. أهلا وسهلا فيك بالأنباء. الوزير والنائب السابق ومثل ما قلنا ابن البيت، ابن صوت الجبل والأنباء غازي العريضي، شكرا لحضورك، شكرا لكل اللي تابعونا عبر الأنباء. بعطي موعد الثلاثة الجاي إذا الله راد، بخطركم.